إذن لمتابعة تطورات المشهد في فلسطين مع استمرار الاحتلال في ارتكابه مجازر ضد المدنيين بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة ومحاولات منع العملية العسكرية على رفح، ينضم إلينا عبر سكايب من طول كرم الصحفي الفلسطيني السيد معين شديد. سيد معين مرحبا بك، وعبر خدمة زوم من الناصرة الكاتب والصحفي الفلسطيني السيد خالد خليفة. أستاذ خالد مرحبا بك، أبدأ معك سيد معين. لماذا هذا الإصرار على استهداف المدنيين بشكل وحشي حتى هذه اللحظة؟ تحياتي لك وللمشاهدين ولضيفك الكريم. يعني حقيقة أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال هو من يصر على استمرار هذه الحرب وعلى استمرار حرب الإبادة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. نتنياهو حتى اللحظة يبحث عن صورة النصر وهو لا يجدها، رغم ما يعلنه بين الحين والآخر عن تحقيق انتصارات من خلال الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن ذلك غير صحيح وغير مؤكد. فأعمال المقاومة متواصلة على أرض قطاع غزة وفي المناطق التي أعلن نتنياهو نفسه وأيضا قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قام بين مزدوجين بتطهيرها من عناصر حركة حماس ومن المقاومة الفلسطينية. ولكن ما نشهده من معارك يومية تجري في شمال قطاع غزة بعد 7 أكتوبر عندما اقتحمته قوات الاحتلال في حرب برية متواصلة، اليوم نقترب من اليوم 170 من هذا العدوان البري على قطاع غزة. فبالتالي هو يبحث عن صورة النصر لا يجدها، يعتقد أنه باستمرار هذه الحرب وتحديدا تهديده بدخول مدينة رفح التي تأوي أكثر من نحو 2 مليون فلسطيني شردتهم ونزحوا من شمال قطاع غزة ومن وسط القطاع نحو هذه المدينة القريبة من الحدود المصرية، يعتقد أنه بدخول مدينة رفح يمكن أن يحقق هذا الانتصار. فبالتالي هناك المخاوف الكبيرة من حدوث مجازر جديدة ستحصد عشرات الآلاف إن واصل نتنياهو مخططه، رغم أنه اليوم أكد لبلينكن وزير الخارجية الأمريكي أنه لم مجال إلا نعم أستاذ معين لو سمحت ابقى معي لو سمحت، سوف أعود إليكم مرة أخرى. اسمح لي أن أرحب بالكاتب والصحفي الفلسطيني السيد خالد خليفة. أستاذ خالد، آلة الحرب الإسرائيلية فشلت حتى اللحظة في أن تحقق أهدافها، ولكن ما هي أهدافها؟ نحن نتحدث عن فشلت في إعادة أو في استرجاع المحتجزين، فشلت في تصفية المقاومة، ولكنها نجحت نجاحا في قتل المدنيين وتحطيم البنية التحتية المدنية لغزة. هل يا ترى هل هو هذا الهدف الاستراتيجي، تدمير ما يمكن تدميره؟ فقط أريد أن أعقب على ما تفضل به زميلي من طول كرم بأن إسرائيل يوجد لها مخاوف كبيرة من تعدد الجبهات في لبنان وفي الضفة الغربية وأيضا في غزة وفي مناطق أخرى وحتى في اليمن، هنالك معارك تجدد الجبهات. ولكن الشيء المهم الذي ما يجري في الضفة الغربية هو استهداف المدنيين بالطائرات المسيرة. إسرائيل تسيطر على مناطق في الضفة الغربية منطقة كاملة، وهي عادة كانت تقتحم تلك المناطق بريا وعلى الأرض وتقتل وتعتقل من تريده. وما نراه في الآونة الأخيرة بعد معركة غزة أن إسرائيل تضرب بالمسيرات، وهذه لأول مرة، مخيمات جنين وطول كرم حتى نابلس في مسيرات تسمى الزيك، تضرب يعني المواطنين الفلسطينيين التي تحتل أراضيهم هي نفسهم الذين هم تحت السيادة الإسرائيلية. هذا شيء مهم وهو غاب عن يعني القانون الدولي في العالم. فقط بالنسبة لما تحدثت، ما تريده إسرائيل هو تريد نصرا ساحقا، تريد نصرا ساحقا ورفع أن يرفع الفلسطينيين العلم الأبيض. طيب، وبأنها استطاعت فقط في توضيح أستاذ خليفة، أستاذ خالد خليفة، فقط في توضيح، تحدثتم عن عدة جبهات، ما هي هذه الجبهات وإسرائيل تقصف بالمدنيين في غزة؟ هل من أحد استهدف إسرائيل بصاروخ واحد، بقنبلة، بطلقة واحدة؟ أنت تقصد في الضفة أم في غزة؟
في خارج فلسطين. خارج فلسطين ذكرتم اليمن صح؟ اليمن نعم. اليمن هي تعدد الجبهات، إسرائيل هي يعني الشأن الإسرائيلي يتحدث عن تعدد الجبهات. ما هو تعدد الجبهات؟ تعدد الجبهات أن إسرائيل تواجه جبهات في لبنان وفي اليمن وفي الضفة الغربية وفي غزة، هكذا يصور يعني المسؤولين العسكريين الإسرائيليين ما يجري. ولكن أنا أريد أن أنوه أن ما يجري في لبنان، هناك معركة مع لبنان، معركة مع حزب الله، في اليمن أيضا معركة مع اليمن، ولكن الشيء المهم أن في الضفة الغربية هم تحت الاحتلال الإسرائيلي وتحت السيادة الإسرائيلية، منطقة الضفة الغربية، وعلى الرغم من ذلك فإن إسرائيل تضرب تلك المناطق بالطائرات، وهذا شيء لم يكن منذ 50 عاما. إسرائيل قتلت 46 فلسطيني منذ بداية 7 أكتوبر حتى الآن بالطائرات، يعني هي بدلا من أن تقتحم المناطق الفلسطينية في جنين ونابلس وطول كرم، هي تضربها بالطائرات من بعد، وهذا يدل على أن إسرائيل فقدت السيطرة والسيادة على تلك المناطق. أما بالنسبة لسؤالك عن غزة، فإسرائيل تريد نصرا ساحقا، وتريد أن يرفع الفلسطينيين العلم الأبيض، وتريد السيطرة المطلقة والقضاء على أي يعني سلطة فلسطينية هناك في غزة. نعم تفضل. نعم الآن طبعا شهد طوفان الأقصى يعني كشف المستور وفضح العديد من الجبهات التي كانت تدعي الممانعة وتدعي ما تسمي نفسها بالمقاومة، ولم تنصر أي مواطن غزي، ولم تنصر أي طفل، ولم تنصر أي امرأة، وهي تتفرج وتريد فقط الوصول إلى مكاسب سياسية إقليمية. هذا هو رأي الكثير من المحللين والمراقبين، وهو ما حصل فعلا بعد طوفان الأقصى وهذا التدمير الشامل. اسمح لي أستاذ خالد أن أنتقل للأستاذ معين شريد مرة أخرى. آلة الحرب الإسرائيلية بعد أن فشلت في تحقيق أهدافها، ما الذي تريد أن تصبو إليه بعد أن قتلت ما قتلت من المدنيين، والآن الحديث عن صفقة لتبادل أسرى؟ يعني حقيقة ما يجري هو تأكيد من جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن قيادة دولة الاحتلال هو الاستمرار في عمليات القتل. نتحدث عن ارتقاء 82 مواطن من قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، عشرات المجازر ارتقبت، هناك شهداء تحت الأرقام لا تحت الأنقاض لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. حصيلة العدوان ارتفعت اليوم إلى 32,070 شهيد و 74,298 إصابة منذ 7 أكتوبر. فبالتالي جيش الاحتلال يواصل هذه المجازر وهذا الضغط العسكري الكبير على قطاع غزة برا وبحرا وجوا في سبيل أن يحقق إنجاز ما من خلال المفاوضات الجارية في الدوحة وفي عواصم أخرى من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. يعني ذلك صرح به نتنياهو وصرح به قائد جيش الاحتلال ورئيس الأركان، أنه كلما اشتد الضغط على المقاومة في غزة وعلى حركة حماس تحديدا، ربما تخفف حركة حماس من شروطها للإفراج عن الأسرى. أعتقد أن حركة حماس لن تتزحزح عن مواقفها باتجاه بخصوص الأسرى فيما يتعلق بإطلاق سراح عشرات أو مئات الأسرى من سجون الاحتلال وخاصة من أصحاب الأحكام العالية، إضافة إلى ذلك أيضا الانسحاب من القطاع وأيضا السماح للنازحين بالعودة إلى الشمال، إضافة إلى تعزيز المساعدات وتكثيفها لسكان قطاع غزة. فمجمل هذه الأحداث يعني تصب بهذا الاتجاه، لكن كيف تسير الأمور حتى اللحظة لا أحد يدري. هناك المفاوضات، أكثر من مصدر صرح بأنها أحرزت بعض التقدم، وهذا ما أكده اليوم في تل أبيب وزير الخارجية الأمريكي بأنه بالإمكان التوصل إلى اتفاق، لكن أعتقد أنه نتنياهو لن يفي بأي شرط أو بأي تعهد يتعهده بخصوص أي اتفاق فيما يتعلق بالأسرى. مسألة الأسرى بالنسبة لنتنياهو رغم الضغط الشعبي الكبير عليه في الشارع الإسرائيلي إلا أنه لا يكترث كثيرا بهذا الملف، يعتقد أنه بانتهاء
انتهاء الحرب بهذه الطريقة ووقف الحرب بهذه الطريقة هو متأكد أنه سيتوجه إلى مساءلة كبيرة وحقيقية في داخل الدولة العبرية، إضافة إلى أيضا المحاكمة التي تنتظره بقضايا الفساد الموجهة ضده منذ حتى قبل السابع من أكتوبر. فبالتالي هو يماطل بشدة في وقف إطلاق النار، يريد إعادة الأسرى ولكن بدون أي تعهد بوقف إطلاق النار أو انسحاب من قطاع غزة. هم يتحدثون عن البقاء في قطاع غزة، وهذا أيضا ألمح إليه بلينكين اليوم من أن إسرائيل تنوي البقاء في قطاع غزة لسنوات وتستخدم سياسة الحرب، حرب الاستنزاف. نعم في نعم هذا إذا سمحت لي أستاذ، سوف أعود إليكم مرة أخرى. أعود للأستاذ خالد خليفة الصحفي الفلسطيني. أستاذ خالد، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يزور اليوم تل أبيب بعد أن زار كل من السعودية والقاهرة واجتمع مع وزراء خارجية العرب. من وجهة نظركم كيف تقرؤون هذه الزيارة؟ هل هناك مشروع ربما تم تحضيره من العرب لزيادة الضغط على حكومة نتنياهو من أجل يعني وقف إطلاق النار وإنهاء هذه الجرائم التي ترتكب في غزة؟ سؤال حلو. مشروع من العرب، ما يجري أن أنتوني بلينكين لقد جاء هذه المرة إلى إسرائيل أو إلى المنطقة للمرة الثامنة منذ 7 أكتوبر، يعني جاء 8 مرات، يعني على مدى مرتين في الشهر منذ نفشوا بهذا الصراع والنزاع والحرب المريرة. هو اجتمع اليوم مع مجلس الحرب الإسرائيلي، فقط بعدها أعاقب على القضية العربية، اجتمع اليوم مع مجلس الحرب الإسرائيلي، وجاء انضم أيضا رئيس الموساد برنع، وانضم أيضا رئيس رونين بار رئيس الشباك، انضموا أيضا إلى مجلس الحرب والجنرال نيتسان ألون، وبعدها مباشرة ذهبوا إلى، يعني وافق نتنياهو أن يذهبوا للمفاوضات إلى قطر للتفاوض مع حركة حماس، ذهبوا مباشرة بعد أن اجتمعوا مع بلينكين. وبلينكين قال بالحرف الواحد لنتنياهو بأن استمرار الحرب بالطريقة التي يشنها نتنياهو ويشنها قيادة الحرب الإسرائيلية لن تؤدي إلى تحقيق أي نصر لإسرائيل، بما معناه أن ما يقوله نتنياهو، فقط أعقب أن ما يقوله لا يمكن النصر على غزة إلا إذا دخلنا إلى رفح، إلا إذا اقتحمنا رفح. أيضا رون ديرمان وهو وزير للشؤون الاستراتيجية يقول نفس الأمور التي يقولها نتنياهو، لا يمكن تحقيق نصر على حماس أو نصر على غزة إلا إذا أنجزنا احتلال رفح بالكامل. هذا ما يقوله رون ديرمان وما يقوله نتنياهو، أي بمعنى أن هذه الحرب لم تحقق أهدافها حتى الآن. نتنياهو يحاول إقناع بلينكين، مع أن بلينكين هو مؤيد لإسرائيل وهو يهودي، وعندما جاء إلى إسرائيل مباشرة بعد 7 أكتوبر قالها علنية: أنا أشعر أنني يهودي صهيوني وأنني أصبت بالصميم من هذه العملية التي قامت بها حماس آنذاك في 7 أكتوبر. بلينكين يحذر نتنياهو ويقول له: إذا استمريت في الحرب حتى دخلت إلى رفح، إن هذا الأمر سوف يؤدي إلى دخولك في دائرة حربية تستمر مدة طويلة لا يمكنك الخروج منها، وأيضا إلى عزلة دولية لإسرائيل، ويحذره من عزلة دولية. الأمريكيين يعون ما جرى لهم في الموصل، يعون ما جرى لهم في أفغانستان وما جرى لهم في العراق وأيضا في الصومال ما جرى لهم، يعرفون أن بداية مثل هذه الحرب أن يمكن أن تستعر ومن الصعب الخروج منها. والأخطر من ذلك أن إسرائيل قريبة على منطقة غزة، ويمكن أن هذه الحرب تستعر وتصل إلى إسرائيل. هذا ما حذر بلينكين إسرائيل، ولكن نتنياهو يستمر في الهجوم، يستمر في الادعاء أن بدون احتلال رفح كاملة والقضاء على ألوية حماس لا يمكنه التوقف. هذا هو جدوى الحوار، هذا هو معنى الحوار بين بلينكين ونتنياهو.
سوف نرى كيف سيقوم ما سيقوم به نتنياهو. هل سيحاول نتنياهو الاستماع إلى بلينكين وهو صديق قوي لإسرائيل ويهمه مصلحة إسرائيل أكثر من نتنياهو، أم أنه يستمر في في العناد ويهاجم رفح بعد عدة مدة بعد مدة معينة، أو يفاجئ ويهاجم رفح؟ هذا ما سوف نراه. وأيضا شيء آخر، إن هنالك بلينكين يأتي ليس من فراغ، هو هنالك هجمة واسعة في الولايات المتحدة إلى ما تفعله السياسة الأمريكية وخاصة بايدن. هنالك العديد من المظاهرات، عشرات الآلاف من المتظاهرين، هنالك الصوت الإسلامي، هنالك الصوت البروجريسيف التقدمي في الولايات المتحدة، الأفريقيين من أصل أمريكي كلهم يعادون سياسة بايدن، وهنالك خطر على أن يستمر بايدن وأن ينتخب مرة ثانية. هذا أيضا في حسابات أنتوني بلينكين وجاك ساليفان وبايدن أيضا. نعم أستاذ خالد خليفة، أبقى معي لو سمحت. أستاذ معين شريد، أعود إليك مرة أخرى. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر المجتمع الدولي بما سماها ازدواجية المعايير في التعامل مع ملف غزة وملف أوكرانيا. ترى ما الذي رصده الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الشأن حتى يصرح هذا التصريح؟ يعني هو لا شك أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية من عدوان إسرائيلي واسع، هو يعني لا يمكن تصوره، ولم يذكر في التاريخ الحديث، خاصة فيما يتعلق بالمجازر وحرب المجاعة التي تستخدمها إسرائيل للضغط على المقاومة الفلسطينية. أعتقد ما أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة يتعلق خاصة بقرارات مجلس الأمن كانت بخصوص أوكرانيا. بلمح البصر تصدر القرارات، بدءا من الرئيس الروسي وانتهاء بروسيا نفسها، وأيضا بالحصار الذي فرض على روسيا جراء عدوانها على أو عمليتها العسكرية في أوكرانيا. فبالتالي ما يجري من مماطلة وتسويف في ما يتعلق بملف قطاع غزة والعدوان الاحتلال على القطاع، وهذا الصمت الدولي الخجول، خاصة المواقف التي تصدر من هنا وهناك بخصوص المطالبة بوقف الحرب، حتى قرار مجلس الأمن أو المشروع الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية اليوم إلى مجلس الأمن وأحبط جراء استخدام روسيا والصين حق النقد الفيتو. هذا القرار لا يوقف الحرب، ربما يعتبر هدنة بين قوسين خلال أيام، من أجل سواء إدخال مساعدات أو من أجل إطلاق سراح أسرى إن نجحت المفاوضات فيما يتعلق بذلك. فبالتالي المجتمع الدولي يعني الكل يحذر والكل يعني، ولكن ماذا بعد هذا التحذير؟ هل هذا التحذير سيوقف الحرب وسيوقف العدوان، سيوقف حرب الإبادة على قطاع غزة؟ الكل يشك بذلك. فبالتالي جاءت هذه تصريحات للأمين العام للمتحدة من أجل وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأيضا وقف حرب الجوع، يعني المجاعة، سكان غزة يعانون الكثير جراء المماطلة الإسرائيلية في إدخال المساعدات والقيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على إدخال المساعدات سواء برا أو بحرا. فبالتالي جاء هذا التصريح من أجل أن يتدخل هذا العالم ويتحمل مسؤوليات تجاه ما يجري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. نعم، شكرا أستاذ معين. أخيرا أستاذ خالد، في سؤال أخير، يعني يا ترى بحسب وزارة الدفاع الأمريكية، وزير الدفاع الأمريكي أوستن ونظيره الإسرائيلي غالانت يبحثان بدائل لعملية برية في رفح، هل يمكن يعني أن تضغط على أمريكا لوقف العملية العسكرية على المدينة التي يصمم نتنياهو على تنفيذها؟ تحدثتم عن رفح، ولكن ماذا تعني؟ نريد أن نفهم هذه الجزئية، موضوع رفح ماذا يعني في طوفان الأقصى، ماذا يعني بعد مرور 168 يوم على الجرائم الإسرائيلية العلنية بحق الفلسطينيين، ماذا تعني رفح؟
رفح هي يعني تعتبر من أهم المدن القوية في غزة، وهي قريبة من الحدود، وهي على الحدود المصرية، ويحدها من الشمال أيضا محور فيلادلفيا، وهي بينها وبين رفح المصرية. ويوجد كمان سور واق كبير رفعته السلطات المصرية، وأيضا أوجدت هناك 40 أو أكثر من 50 دبابة مصرية تمنع الفلسطينيين من التحرك باتجاه الحدود المصرية. رفح هي من أكبر المدن المصرية، ولهذا انتقل إليها يعني لاختباء حوالي 1,300,000 فلسطيني من السكان. أصلا ليسوا طردوا من الشمال إلى الجنوب، ومن الجنوب أيضا طردوا إلى رفح. لقد بعثت إسرائيل المدنيين خلال حربها خلال 4 أشهر إلى هناك إلى رفح، وما يحاول نتنياهو هو الآن تدمير رفح تدميرا كاملا، بحجة أن هنالك مسلحين فلسطينيين أو شيء آخر، وعمليا يريد الاستمرار في حربه ضد المدنيين في الشمال وفي الجنوب وأيضا في رفح. هو يرى أن رفح ما زالت قائمة، بمعنى أن العمارات أو الأبنية بعدها ما زالت قوية. في حالة حرب، دخول نتنياهو إلى حرب مستعرة في رفح، سوف يدمر المدينة تدميرا كاملا، وتصبح المنطقة تماما كمنطقة الشمال والجنوب. ما يقترحه برأيي، ما يمكن أن يقترحه الوزير الدفاع الإسرائيلي جالانت، هو يحاول أن يقول أننا نريد طرد أو إبعاد الفلسطينيين من منطقة الحرب من رفح إلى الشمال، إلى إرجاعهم ليس إلى الشمال ولكن إلى جنوب قطاع غزة. نعم. ولكن انظر، ليس إلى شمال غزة، يريد أن يرجعهم إلى الجنوب، إلى منطقة خان يونس، يريد أن يرجع 1,000,000 فلسطيني إلى الجنوب. نعم. وإلى منطقة المواسي هناك، وأن يهاجم المنطقة المدنية العازلة رفح للقضاء على مسلحين وضح فلسطينيين. الصورة. هذا برأيي ما يريد أن يفعله، ما يريد أن يقنعه جالانت وزير الدفاع الأمريكي، أو حتى أن وزير نعم. الخارجية الإسرائيلي عندما سئل إسرائيل كاتس قال يمكن دفعهم إلى الغرب، أي باتجاه شكرا. البحر. وهذا شكرا. ما يريد فعله، وضحت الصورة. ولكن ليس إلى شمال غزة، لأن الشمال يريد أن يجعله منطقة عازلة، شكرا أستاذ وفي هذا خالد. ولكن الولايات المتحدة تحذرهم من ذلك كما تفضلنا. نعم، نعتذر منك لضيق الوقت. أستاذ خالد خليفة، الكاتب والصحفي الفلسطيني، كنت معنا عبر خدمة زوم من الناصرة، شكرا جزيلا لك، وشكرا أيضا من طول كرم الصحفي الفلسطيني السيد معين شديد.